أشرقي يا شمس إنا باشتياق للصباح، يومنا يوم جديد شق أثواب الكفاح، شق أثواب الكفاح. غنت الأطيار لحنا عانقت وجه السماء، تبعث الشوق إلينا عبر ألحان الغناء، عبر ألحان الغناء. كلنا فل جميل ووئام وسلام، ينشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام، جاء من بعد الظلام يوم جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم يوم جديد. فقراتنا تتجدد وتتنوع في كل يوم، ونسعد بكم وبلقائكم في كل صباح. مشاهدين الكرام، نستفتح هذا الصباح كالمعتاد بإشراقة قرآنية، فكونوا معنا. يوم جديد والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. المؤمنون في الحياة هم محور الأرض، هم محور الحياة، هم مرتكزها، هم أساسها. فإذا انتهى الإيمان والمؤمنون من فوق الأرض تقوم الساعة، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق كما جاء في حديث صحيح مسلم، ولا تقوم الساعة وفي الأرض مؤمن يقول الله الله. فبالمؤمنين تحمى الأعراض وتصان الحرمات وترفع أقدار الناس الذين يستحقون أن يشاد بأقدارهم، وبالمؤمنين يقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالمؤمنين تسود رايات الفضيلة ورايات العفة والطهارة والإحسان والجمال والكمال. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين أن العماد الأمني في المجتمع إنما يقوم على المؤمنين، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه الثلاثة اختفاؤها دليل على وجود الأمن، ولا يكون ذلك إلا بالمؤمنين. انتشارها وشيوعها دليل على اختلال في الأمن في المجتمع. نعم، ولذلك نعلم أن قيمة الإيمان قيمة عالية، فنحن لا نوزن عند الله بلحمنا وشحمنا ودمنا وعائلاتنا وقبائلنا وشهاداتنا وأموالنا، إنما نوزن عند الله تبارك وتعالى بما في هذا القلب من الإيمان. إن الله لا ينظر إلى صوركم وألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا إيمانا، وأن يشرح صدورنا للإسلام، ويجعل ختامنا به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد انشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام. فريق شبابي طموح خاض تجربة البرامج اليوتيوبية، وفعلا استحق الإشادة وأبدع وقدم الجميل والممتع المفيد. فريق فور تي في يقدم لنا مقطع فيديو أقوال زماني، نشاهد هذا المقطع ومن ثم بعد ذلك يسعدنا أن نكون في استضافة مع الأستاذ سلمان الياسين، فكونوا معنا.
هنا نادتني شواهد زمن يداعب صمته أحجار تلك البيوت التي خفت بين طياتها قلوب طهرها الصبر على الهجير وزمهرير الشتاء، قلوب عاشت في جوف بعضها زمن مضى ولم يمض صوت الحنين الخافت بين أركانك، صوت حنين على الماضي تعكس صدى أحداث أزمان متوالية فقدت عنصر التمييز، بها تركت القلوب بعضها، تباعدت المسافات وهي قريبة، أبواب الغريب على مصراعيها وأبواب القريب في سجن البعد المرير. حدثني زماني وأبراته تصارع وصفه المرير، لما أصابنا فهذه البغضاء والشحناء غزت القلوب واستوطنت العقول أفكار قرباء جهلا. يوم جديد أنشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في قهوة الصباح الأولى وفي أفكار وبرامج. يسعدنا كثيرا أن يكون معنا اليوم الأستاذ سلمان الياسين أحد أعضاء فريق فورتي فيم. هذا الفريق يقدم برامج يوتيوبية محافظة على اليوتيوب. يسعدنا كثيرا أن نطالع ونتعرف أكثر عن برنامج أو فيلم أقوال زماني. أهلا بك أستاذ سلمان. الله يسلمك. كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وصلت الظهر من محايل عسير قبل الساعة 8. سويعات الساعة 8 تقريبا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك إن شاء الله. أستاذ سلمان، أقوال زماني هو برنامج يوتيوبي بسيط تقدمونه في اليوتيوب، طلعتم بالحلقة الثانية. نبغى نتعرف فكرة يعني الفيلم أو البرنامج، برنامج أقوال زماني. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، أقوال زماني هو من فكرة أستاذ رياض المشايخ، طرح الفكرة هذه قبل سنة تقريبا. جميل. ودرسنا هذه الفكرة وطلعنا عليها مجموعة، طبعا كان هو جامع الفريق عن طريق الفيسبوك. طلعنا على البرنامج ورأينا أنه يعني برنامج جديد على اليوتيوب، أنه يتكلم عن الماضي، أن بيوت الماضي موجودة ولكن أشخاصها قد رحلوا. فتكلمنا عن بدينا بالحلقة الأولى والحمد لله لقينا استجابة من الجمهور، قالوا لازم الحلقة الجاية تطولونها أكثر، طولنا الحلقة اللي هي الثانية، والآن الحلقة الثالثة بإذن الله شغالين فيها، بس الله تعالى يسر. انتم ظاهر فريق عملكم اجتمع زي ما ذكرت عن طريق الفيسبوك. اي نعم. كلكم في منطقة واحدة؟ والله كلنا الان في منطقة واحدة حاليا. ما شاء الله تبارك الله. واجتمع فريق العمل مكون من مصورين ومصورين ومنتجين ومهندس صوت وكاتب سيناريو. ايوه. الفكرة انكم انتم تحلدوا اقوال الماضي. اقوال الماضي بطريقة مصورة. ايوه. يعني المواضيع اللي ناقشتموها، يعني الحلقة الأولى كانت عن الماضي وعن أخلاق الماضي، كيف كان يعني أخلاق الشيبان، ولا يعني كيف كان الحب بينهم والمودة. الحلقة الثانية تكلمنا عن الغزو الفكري، وال يعني زمان الأجهزة هذه ما كانت تقطع الصلة وتصلة الرحم بسببها. طب أنتم اتجهتم إلى يعني فكرة إنه نستعرض أقوال زمان، هل نحن في حاجة إلى يعني أقوال القدامى؟ هل شفتم إنه الشباب يعني ما صاروا يأبهوا كثير يعني بفكر القدامى، يقولوا خلاص هذه موضة وانتهت ونحن لنا موضة جديدة وجيل جديد ولنا أفكار أخرى، فأنتم أحببتم أن تحيي التراث مرة أخرى؟ إيه نعم، عندك بكل صراحة تراث الجنوب عندنا يعني مختفي شوية، فقلنا نظهر عن طريق البرنامج هذا. وخلاق زمان صحيح إنه عندهم أخطاء عندهم، بس إن إيجابياتهم تقريبا أكثر من أخطاء. طيب أعطيني كذا فكرة المطبخ الإعدادي للبرامج اللي تقدموها، كيف تبدأ معاكم الفكرة، تناقشون الفكرة، اختياركم لأماكن التصوير؟ أعطيني كذا بس المسار اللي تتجهوا فيه حتى تنتجوا البرنامج كامل. والله يعني الآن شفنا خلصنا الحلقة الثانية لنا الآن تقريبا شهر، بدينا في الحلقة الثالثة، طبعا على طول خلصنا الحلقة الثانية من إنزالها بدينا في دراسة الحلقة الثالثة، أخذنا النص شفنا المكان المناسب، طبعا ما قصروا معنا الناس من الآن. الحلقة الثالثة بإذن الله سوف تصور في بالقرن
مكان عندنا في الجنوب. ما شاء الله تبارك الله. طبعا جنة الطبيعة خدمتكم كثير. الطبيعة خدمتنا عندنا في الجنوب الحمد لله. أعوذ من إبليس. يعني اخترت من مكان. اخترنا المكان طبيعي. بعد ما نختار المكان نشوف ال يعني الشيء المقاطع اللي تناسب المكان. يعني عندنا البرنامج الحلقة الثالثة يعني أكشف السر يعني عن أن المساجد زمان كان يملأها المصلون، وأن حاليا يعني من زينة المساجد وهذه خاصة صلاة الفجر يعني صار فيها قلة في المساجد. جميل جدا جميل جدا. طيب الطموح الشبابي وبشكل محافظ يعني هل وجدتم تحديات؟ والله البرامج اليوتيوبية كثيرة ويمكن عندنا الرعي الإعلامي أو الشيء الإعلامي عندنا في الجنوب ما يخدم زي جدة وزي الرياض، لكن بصفة عامة احنا بإذن الله نوصل الرسالة اللي عندنا بالطريقة اللي نبغاها بإذن الله تعالى. طيب يعني لو سألت هل يعني تفتحوا باب المشاركة معكم في هذا الفريق من ناحية الفكرة، من ناحية إذا واحد والله عنده موهبة وراقت له فكرة أقوال زمان وأحب أن يشارك فيها، كونكم أنتم جالسين تحيي التراث. جميل. يعني تحيي التراث تقدم رسالة من خلال القدامة للأجيال الجديدة. هل هذا المجال يعني مفتوح عندكم؟ يعني احنا ما مؤسسة يعني محددة ما نقبل أي شخص، بالعكس لأننا احنا نطمح أي شخص يعني يتمنى أن ينضم للفريق ما عندنا مشكلة. كم فريق العمل وصل عدد الآن؟ والله الآن 10. 10 ما شاء الله. نعم عندنا 2 منتجين وأربع مصورين الحمد لله، كاتب سيناريو والمشرف العام وعلاقات عامة. طيب كفريق عمل هل عندكم اتجاهات غير أقوال الزماني ولا؟ اي نعم عندنا الآن شغالين على عمل لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحايل، يظهر وقف لديهم يسمى ببناء القلوب أو ربيع القلوب، فطلبوا منا أن نظهر لهم هذا العمل نفس تصوير أقوال زماني بيكون جودة أقوال زماني، والآن شغالين فيه بإذن الله قريبا سوف ينزل. طموحكم بعد 3 سنوات 4 سنوات قدام إيش الأفكار اللي أنتم راسمينها لفريق عمل كامل ينتج برامج يوتيوبية محافظة؟ والله إحنا بإذن الله أنا نصل لما وصلته قناة المجد. إن شاء الله نبلغكم مناكم يا رب العالمين. طيب يعني هل في صعوبات تواجهونها في طريقكم في طريق الإنتاج؟ والله يعني صعوبات كثيرة، وأولها الدعم. الدعم المادي يعني أكثر الأجهزة اللي الآن شارينها كلها من جيوبنا الخاصة. ما شاء الله. يعني ما في أي جهاز اشتريناه من أي دعم إلا الاستديو الصوت، يعني شراكة مع أحد الأخوة اللي هو الأستاذ عمر السيد ما قصر معنا ودعمنا الحمد لله ب45,000 ريال. ما شاء الله. ولكن عندك الكاميرات عندك الحاجات هذه نحتاج والله يعني دعم جدا. طيب أنا أتكلم أيضا على مستوى تأهيل فريق العمل، يعني سواء المعدين أو المصورين أو حتى المنتجين كذلك المخرج، هل هم على مستوى تأهيل يعني يمكنهم من الإنتاج بروح إبداعية أعلى وأكبر؟ الحمد لله. يعني إحنا الشيء اللي يعني خلانا نظهر بالطريقة هذه اللي هو التعاون. تعاوننا كفريق واحد خلانا نظهر بالطريقة إن شاء الله اللي نبغاها إحنا. لكن هل في خطة أنكم تطوروا يعني من مستواكم التعليمي والمعرفي كل على جانبه؟ يعني المعد يتطور في جانب الإعداد؟ لازم هذه. يعني أنا كنت أخذت دورة قبل في بداية الفصل عند المهندس نوار يحيى في الهندسة الصوتية، وبإذن الله يعني جميع الأخوة يأخذون دورات في الإنتاج وفي التصوير وفي كتابة السيناريو وتحرير وزي كذا إن شاء الله. علوم أنتم على إن شاء الله على ثغر وجهود مباركة تقدمونها إن شاء الله. إذا كانت في كلمة كذا يعني تحب أنك توصلها وتختم بها هذا اللقاء. والله أنا يعني أرى أن يعني يستطيع المرء منا اختزال الطاقة اللي في داخله واستثمارها في الخير، في غير الخير لا يستخدمها. مهما كانت لديه قوة فليخرجها في الخير، غير الخير لا يخرجها فيه. جميل جدا. أنتم فتحتم هذا الباب أنكم تستقبلوا وتستقطبوا الشباب الموجودين عندكم حتى يعني الطاقة هذه تخرج في جانب خير ومبارك بإذن الله. بإذن الله تعالى. شاكر لك أستاذ سلمان. الله يسعدك إن شاء الله. الله يبارك فيك وفرصة سعيدة والحمد لله على السلامة. الله يسلمك. والله يعينك على طريق السفر. الله يعين والله طالعين مكة والطايف ربك يسر. فرصة سعيدة إن شاء الله. الله يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام كانت هذه يعني إطلالة سريعة
لفكرة برنامج أوقار زماني والجهود الشبابية المباركة التي تقدم إعلام محافظ في البرامج اليوتيوبية. نسأل الله أن يكلل جهودهم على كل خير وإلى كل خير. إلى هنا انتهت فقرتنا، ننطلق وإياكم إلى دقيقة صحتك، إعداد الدكتور معاذ ممدوح وقراءة الأستاذ عوض البكاري. فقدان الشهية وهي حالة اضطراب في الأكل ينتج عنه رفض لتناول الطعام، مما يسبب نقصا في الوزن والطاقة الأساسية في الجسم. من أسبابه التهاب الكبد الفيروسي، أمراض الكلى، التهاب الصدر، مرض نقص المناعة المكتسبة، التهاب الجهاز الهضمي والزائدة الدودية، أمراض القلب، التوتر النفسي. ويسبب فقدان التوتر فقدان الشهية العصبي، وهو يقترن بضعف العظام التي تصبح هشة ونحيفة بشكل خطير، ويعود السبب في ذلك إلى فقدان الوزن ونقص المواد المغذية مثل الكالسيوم. ومن المصادر الطبيعية لفتح الشهية التمر واللبن، الحلبة، البصل والثوم، الخل، اليانسون، الزعتر، الكرفس والقرنبيط، القمح والحمص. يوم جديد بفجر جاء من بعد الظلام، جاء من بعد الظلام. الفقرة المتجددة يوميا، فقرة الراصد، يعدها لنا الزميل الدكتور عبد الرحمن باوزير، يطالعنا اليوم على أبرز الأخبار المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي، تويتر، الفيسبوك، الانستغرام وغيرها. وكان من أول ما رصد لنا من الهاشتاغات الأكثر نشاطا البارحة هاشتاغ عقوبة ضرب الزوجة 50,000 ريال، احتوى على أكثر من 160,000 تغريدة تحدثوا فيها عن تشريع قانون جديد يمنح الزوجة مبلغ 50,000 ريال في حال ضربها أو ضربها من زوجها. مدير عام الحماية في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور محمد الحربي، والذي أسند له الخبر، نفى أن يكون قد صرح بذلك، وحقيقة الأمر التي أوضحها قانونيين أن تلك العقوبة مقررة مسبقا وليست جديدة، ليست خاصة بضرب الزوجة، وتندرج تحت مظلة نظام الحماية من الإيذاء، وأن المبلغ المأخوذ من الجاني هو غرامة تذهب للدولة وفقا للمادة 13، وليس تعويضا يذهب للزوجة. أيضا من الصور الأكثر إعجابا البارحة على الفيسبوك كانت بأكثر من 10,000 إعجاب من صفحة عجائب وغرائب الدنيا، صورة منصة لبيع الكتب في مدينة كامبريدج دون بائع، إذ يوجد فقط صندوق يضع فيه المشترين قيمة الكتاب ويستلمون كتبهم. العجيب في الموضوع أنه مكتوب: نعلم أن القراء لا يسرقون. من مقاطع اليوتيوب التي حققت أكثر من 700,000 مشاهدة في 3 أيام، مقطع مؤثر صوره شاب لمجموعة من الطيور شارفت على الموت عطشا وقام بإنقاذ بعضها، فلنشاهد مقطع إنقاذ الطيور. يوم جديد. الله ستسألون، الله ستسألون، الله ستسألون، ستسألون. الدود الدود الدود، الحمام ولقطته ماتت على ولدها. ناظروا يا شباب، ناظروا، ناظروا ماما. يوم جديد. طبعا فكرة هذا الفيديو
انه الشاب قدرا جاء للمنطقة هذه ووجد قفص يعني يجمع فيه كثير من الحمام. الغريب انه الحمام يعني لهم فترة طويلة ما شربوا الماء، وكان بعضها يعني باين عليه اثر العطش، وبعضها اللي مات وبعضها كان يعني ينتظر قدر الموت. فجاء وصور هذا المقطع وارسل رسالة الى كل يعني من يعني لديه يعني او مهتم بتربية الحيوانات ان يتقي الله فيها ويسقيها ويرعاها ويعني يحميها حق الحماية. وفي اخر المقطع قدم لهم يعني صحون او قرب من الماء واسقى من كان فيهم حية. من التغريدات الاكثر رتويتا البارحة تغريدة المستشار الدكتور جاسم مطوع قال فيها لكل زوجة: هل تعلم أن انشغال زوجك عن الحديث معك واختفاء روح المرح والدعابة منه قد يكون لحمله الهم الأكبر في إسعادك؟ فقبل الرأس الذي شغل بك عنك. أيضا من الصور المتداولة بكثرة في تويتر مؤخرا صورة رائعة ليست من أوروبا ولكنها في السعودية، في التحديد في عرعر شمال المملكة للظاهرة السحابية المسمى ب السوبر سيل، وهي من أقوى أنواع السحب الرعدية، فسبحان الخالق والمبدع في صنعه. كانت هذه فقرة الراصد التي يعد لنا الزميل الدكتور عبد الرحمن باوزير يوميا. ننتقل وإياكم إلى عادات النجاح الأسري مع الدكتور علي عيسى الزهراني، فكونوا معنا. أحد الإخوة يشكو علي ضائقة في البيت وتوتر بينه وبين زوجته وأبنائه، فبعد أن استمعت إليه فوجدت أنه يعني كثير الغضب، شديد التعامل معهم، وأيضا ردة فعله تكون سريعة ما يتأنى. فكثيرا ما يقول أنا أعصب وأنا أغضب وأنا أزعل وأنا لا أتحمل وأنا لا أسكت على الخطأ إلى آخره من هذه العبارات التي غالبا الشيطان يجعل الإنسان يصدقها فيكون عبدا له. فقلت أنا أستطيع أني أضع لك علاج، وهذا العلاج لا يأخذ منك يعني جهد كبير. قال: ما هو؟ قلت: فقط خذ مني هذه الهدية الغالية، وهي أن تصبر دقيقة واحدة فقط قبل أن تتخذ قرار، وقبل أن تغضب، وقبل أن تخاصم، وقبل أن ترد على الشخص الذي أمامك، وقبل أن تحاسب ابنك أو تحاسب زوجتك. فقط دقيقة واحدة، 60 ثانية، انتظر وأعطيني خبر بعد أسبوع. بعد أسبوع فعلا اتصل بي، قال: انتهت جميع المشاكل ولله الحمد، والسبب أني كنت أتريث وكنت أجلس دقيقة واحدة فعلا وأجاهد نفسي في البداية حتى أصبحت لدي عادة. فقلت فذكر لي يقول: ما هو السبب؟ يعني لماذا يحصل هذا؟ قلت: لأن غالبا ردة الفعل مع الغضب، مع زعل الإنسان، مع تعصيب الإنسان إلى آخره، ردة الفعل هذه يديرها الشيطان. الإنسان إذا كان غاضب، إذا كان زعلان، إذا كان متوتر، يديره الشيطان. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أوصى: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. ف انتظارك أنت دقيقة واحدة هذا يجعلك فعلا ما تغضب. فمفتاح من مفاتيح النجاح الأسري أن تنتظر دقيقة قبل أن تتخذ قرارا. كلنا فهل جميل ووئام وسلام، ينشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام، جاء من بعد الظلام. عدنا لكم مشاهدين الكرام في الفقرة الأخيرة وقهوة الصباح الثانية من برنامج يوم جديد. يشرفنا كثيرا ويسعدنا أن يكون معنا الشيخ محمد مرزا عالم، مدير مركز الدعوة والإرشاد في مكة سابقا وعضو الجمعية الفقهية السعودية. سنتحدث إياه في هذه الفقرة عن قواعد في الدعوة في كل يعني مجال وفي كل يعني مسار. هناك تكون قواعد عامة لمتخذي هذا المسار يعني يسيرون على نهج وهدى وبصيرة. أيضا الداعية كان لزاما أن تكون له قواعد ومحددات ينطلق منها. سنتعرف مع الشيخ عن بعض هذه القواعد وكيف
يعني انبثقت أو نشأت فكرة هذه القواعد؟ أهلا وسهلا بك شيخ محمد. حياكم الله. أهلا وسهلا ويوم جديد وفرصة سعيدة. الله يبارك فيك شيخنا الفغاري. قواعد في الدعوة، بداية هذا المسمى من أين انطلق؟ حفظك الباري، لأهل العلم أصول ومنهج، سواء في الاستنباط أو في الحكم، إما على الموضوعات أو على الذوات أو الأعيان. ولا شك أن لهذه القضية ضوابط لا بد أن تكون يعني يعتمد عليها الداعي، يعتمد عليها الفقيه في أحكامه التي يطلقها في مسائله الفقهية. الحقيقة قضية القواعد في الدعوة قضية حاول بعض المعاصرين أن يستفيد من القواعد الفقهية في تنزيلها أو تنزيل معطيات الدعوة ومخرجات الدعوة عليها، حتى يكون لها نوع من الانضباط ونوع من الارتباط العلمي. ومن هنا جاءت قضية قواعد الدعوة، وإلا فهي قضية قديمة ليست بجديدة، ذكرها أهل العلم في طيات مسائلهم في شرح الآيات وشرح الأحاديث المتعلقة بالدعوة إلى الله عز وجل. جميل جدا. طيب سنقف على مجموعة هذه القواعد أو بعض منها ونتعرف على تفاصيلها أكثر، مثل القاعدة اللي تقول جنس فعل المعروف أعظم من جنس ترك المنكر. نعم، الحقيقة هناك قواعد كثيرة، واليوم طلب الحديث مني في هذه الموضوعات، هناك قواعد كثيرة والوقت قليل، لكن هذه القاعدة التي ذكرتها حفظك الباري قاعدة حقيقة حري بأهل الدعوة أن يهتموا بها وأن يقيموا دعوتهم على أساسها، وأن يستفيدوا منها في نشر مسائل الدعوة في أكبر قدر وشريحة ممكنة بين فئات المجتمع، وهي معينة في هذا الباب إلى حد كبير. جنس فعل المعروف أعظم من جنس ترك المنكر، وهي تقتضي أو من هذه مما تقتضي هذه القاعدة أن جنس ترك المعروف أعظم من جنس فعل المنكر لو نظرت لها من الناحية الأخرى. أيضا جنس ثواب فعل المعروف أعظم من جنس ثواب ترك المنكر. أيضا جنس العقوبة على ترك المعروف أعظم من جنس العقوبة على فعل المنكر. وهذه القضية مرتبطة الحقيقة بما يتعلق أو ما يذكرها للعلم في مقاصد الشريعة، وهي أن هذه المقاصد تحفظ من جهة الوجود ومن جهة العدم. من جهة الوجود بأن تقيم هذه القضية وهذا المقصد، وهذا ما يتعلق بهذه القاعدة وهو المعروف، فالمعروف هو الذي يقيم بناء هذه الأمة. نعم. بناء الأخلاق، بناء الأحكام، بناء العقيدة، بناء المنهج، بناء الآداب، بناء كل ما يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل. فكل المعروفات التي أمر الله عز وجل بها جنس فعلها أعظم من جنس ترك المنكر. ليش؟ لأن الحسنات يذهبن السيئات. وتجد يعني لشيخ الإسلام في هذه القضية تكلم فيها 100 صفحة من 22 وجه في الجزء 20 من صفحة 58 إلى 158 لعظم هذه القضية. وأنا حقيقة يعني أوصي الدعاة إلى الله عز وجل بالرجوع لهذه القاعدة والإفادة منها. ولذلك تجد أننا إذا اهتممنا بقضية المعروفات ونشرناها بين الناس وحببناها إلى قلوب المدعوين وقربناها إليهم وسهلنا وسائل الوصول إليها بإذن الله عز وجل، قرب هذه المعروفات من قلوب الناس ومعرفتهم بها وتعلقهم بها ورجائهم إياها وطلبهم لها، سوف يحقق لنا في المقابل ترك الناس للمنكرات. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول كل أمر أمر الله جل وعلا به فهو مصلحة وحسن، وكل نهي نهى الله جل وعلا عنه فهو قبح، فهو مفسدة وقبح. فاكتسى أمر الله جل وعلا بالمعروف فزاد هذا المعروف حسنا إلى حسنه، واكتسى نهي الله جل وعلا عن ذلك المنكر فازداد قبحا
إلى قبح. فلذلك الداعية ينبغي له أن يصل إلى قضايا مشتركة حتى مع أهل المعاصي، حتى مع أهل الذنوب، حتى مع أهل الكبائر، حتى مع من جهلوا كثير من مسائل الشريعة، حتى مع من لربما عاندوا في مخالفة الشريعة، يبتدي بهم في أسلوب متدرج ويبتدي معهم في تحبيب هذه المعروفات وتعظيم قدر الآمر بها وهو الله سبحانه وتعالى. وستجد في نهاية الأمر أن هذه الأمور سوف يعني تدخل إلى قلوب المدعوين بإذن الله عز وجل. انظر أخي الحبيب مثال على هذا، قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ثم قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. فابتدأ بتوحيد الربوبية وإقراره وبيانه والدعوة إليه واعتراف الناس به، ثم نهاهم عن الشرك وما إلى ذلك، فأذلف إلى باب الألوهية عن طريق باب الربوبية. وكما في هذا يعني كما أن هذا في باب العقيدة، فإن في باب الدعوة إلى الله عز وجل البدء بالمعروفات والعناية بها وتعظيمها ورفع قدرها وإرشاد الناس إلى ثوابها وأجرها، هي بإذن الله عز وجل سوف تزيل كثيرا من المنكرات. وهذا لا يعني بالضرورة ترك النهي عن المنكر، فإن النهي عن المنكر لا شك أنه أصل أصيل وركن ركين وقضية يجب العناية بها، لكن لا يعني هذا أن يطغى جانب إنكار المنكر على الأمر بالمعروف. نحن في كل الأحوال يعني سنذكر ما هو الأولى، وإلا كلا الأمرين يعني هي من شريعة الله سبحانه وتعالى، لكن حتى نلخص الفكرة هذه، نحن ذكرنا أن المعروف هو يعني أولى في جنس فعل المعروف هو أولى في التقديم، ترك المعروف هو أعظم إثما من ترك المنكر من فعل المنكر. أيضا جنس المعروف أو المعروف إنما هو عمل بنائي للمجتمع، وبذلك تقوم الأمة، وقد يكون هذا حل لكثير من المنكرات إزالتها جميل جدا. طيب أيضا من القواعد يا شيخ، إذا في حديث عن القاعدة هذه أو نكتفي؟ أنا أخاف الوقت. طيب، إن رأيتم ندري في القاعدة الأخرى ننطلق للقاعدة الأخرى: لا ينهى عن منكر إلا ويدل الناس على معروف يقوم مقامه. أي حقيقة، هذه قضية يعني جميلة جدا أن يهتم بها الدعاة وأن يجعلوها في منهج حياتهم وطريقة دعوتهم إلى الله عز وجل. في كثير من الأحيان تجد أننا نغلب جانب الإنكار وجانب التحريم وجانب الإبعاد وجانب يسميه البعض وإن كان عليه تحفظ جانب الحرمان. هذا ما يجوز، هذا حرام، هذا كذا، حتى أصبحت اللغة السائدة أنه كل شيء عندكم حرام. حتى صار عند عامة الناس أو بعض الناس، طبعا هذا نتيجة اختلاط في الفهم لديهم، أن هذه الدعوة ليس فيها إلا كل شيء حرام. طب يا أخي كيف أعيش، كيف أتنفس، كيف أكل، كيف أستمتع، كيف أفرح، كيف أتمشى، كيف أخرج مع العيال، هذا حرام وذا حرام وذا حرام. ها، وهذه فكرة خاطئة. ولا شك أن الدعاة وأهل العلم هم جزء من هذا المجتمع، وهم يعيشون ويستفيدون من جميع إمكانات ومتع هذه الحياة، ويفرحون بها ويأنسون بها ويسعدون هم وأسرهم وأبنائهم بهذه الحياة. لكن هذه القضية ينبغي للداعي أيضا أن يستفيد منها، وهي قاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، أنه يستفيد منها في إصلاح هذه النظرة عند هؤلاء الناس أو عامة الناس أو بعض من يحب أن يشاغب على الدعوة إلى الله عز وجل، ويذكر أنها دعوة يعني تقليدية لا يستمتع أهلها أو الاستقامة، لا يستمتع أهل الاستقامة أو الالتزام بهذه الحياة ومتعها. والجواب أن هذا غير صحيح، لأن القاعدة تقول: لا ينهى عن منكر إلا ويدل الناس على معروف يقوم مقامه. طبعا هذا قدر الإمكان، قدر وإلا الإمكان. فهناك بعض
بعض المنكرات لا بديل لها، لا عوض عنها. يعني مثلا ما يأتي الإنسان فيريد أن يأتي بقضية محرمة يقول طب أعطني بديل لها شرعي، وليس هذا شريطة الترك. نعم. بالضبط، ليس هذا شرط، لكن قدر الإمكان تدله على ما. ولذلك تجد هذا منهج الشريعة، تجد الشريعة نهت على سبيل المثال عن الفاحشة، عن الزنا، عن فعل قوم لوط، لكن دلت الشباب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. نهت الشريعة عن التبتل والانقطاع للعبادة، لكن جاءت في المقابل بالصيام، جاءت في المقابل بالقيام. نهت الشريعة على سبيل المثال بشرب الخمر، لكن جاءت في المقابل بكل من حرم زينة الله التي أخرج العبادي والتي أخرج العبادي والطيبات من الرزق، فالمشروبات والمطعومات كلها فيها بدائل عن هذه المنكرات. فالشاهد أن أهل الدعوة ينبغي لهم أن يقيموا واقعهم كل بحسبه، فيعني ينزلوا إلى المجتمع ويعاصروا هذا المجتمع ويخالطوا أهل هذا المجتمع، وبالتالي يستطيعوا أن يوجدوا بفكرهم المعتدل المتزن الذي فيه الوسطية بإذن الله عز وجل أن يفتحوا مجالات للخير، أبواب متع، أبواب فرحة. والحديث يقول خير أعمالكم سرور خير عملكم سرور تدخله على أو خير عمل المسلم سرور يدخله على قلب مسلم، خير الأعمال سرور تدخله على قلب مسلم. فإيجاد الفرحة، أبواب المباحات التي هي موجودة، لا يستطيع أن يحرم الإنسان ما أحل الله عز وجل، لأن تحريم الحرام أو تحريم الحلال أعظم من إباحة المحرم. ولذلك ينبغي للدعاة أيضا أن لا يتسرعوا في تحريم الأمور أو الفتوى فيها أو الجرأة فيها بأن هذه لا تجوز أو كذا أو شيء من هذا القبيل إلا بدليل وبينة. طيب هنا السؤال يا شيخنا، يعني من حمل نفسه هم الدعوة وأقام بهذه المسؤولية العظيمة، ولا شك في ذلك، يعني يكفي أن يكون يعني داعي الله سبحانه وتعالى ويعبد الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده، لكن هل يساهم الداعي أيضا في إيجاد البدائل، أم هو يكتفي أن يدل؟ فإذا وجد البديل دل إليه، إذا ما وجد يعني خلاص يعني وضع يده على يده الأخرى واكتفى بالصمت وأصبح ينهى فقط ولا يوجد ويساهم في يعني صناعة البديل. أخي الحبيب، لا شك أن هذه القضية قضية تختلف، يعني يجب على أهل العلم وعلى العلماء وعلى ذوي رأس المال على سبيل المثال ما لا يجب على غيرهم من العوام أو عامة الناس. أنا أذكر مثالا حيا حقيقة في هذه قضية قناة المجد، وأنا عاصرتها منذ البداية ومنذ أن كانت فكرة. أول ما ظهرت قضية القنوات والبث المباشر وصار تخوف الناس وأن هذا كذا وأنه سيأتي لها فيها منكرات وكذا، الحقيقة انبرى جزاه الله خير أخونا الأخ فهد الشميري الذي هو مؤسس هذه القناة، فقام بإيجاد بديل وهي فكرة هذه القناة. وأذكر كان في حديثه في ذاك تلك الفترة كان نريد أن نوجد صناعة القناة الإسلامية، وبالتالي سبحان الله كان هو الفاتحة وتتابع بعد قنوات إسلامية كثيرة. هذه من الأمثلة الحية الحقيقة، لا ينهى عن منكر إلا ويدل الناس على معروف يقوم مقامه قدر الإمكان. البيوع المحرمة، النماذج يعني العقود الجديدة في البنوك العالمية كثيرة جدا، وتضطر الدول الإسلامية وتضطر الشعوب المسلمة تتعامل بصور كثيرة من هذه، لكن انبرى لهذه القضية علماء يعني لهم وزنهم وثقلهم في فهم أحكام الشريعة ومقاصدها والأحكام المالية، فأوجدوا بدائل لكثير، مثلا البطاقة الائتمانية والمرابحة القروض نحوها، فأوجدوا بدائل. هذا الذي نريد أن تعيشه الأمة ويعيشه أهل العلم ويعيشه أهل الدعوة، أن يوجدوا ويفتحوا للناس بدائل للخير. إذن كل في حدود إمكانيته في إيجاد البديل، ما في شك، ما في شك. كلهم بقدره، الرب الأسرة على قدره، المدرس في مدرسته على قدره، صاحب رأس المال على قدره، العالم على قدره، وهكذا. طيب ننطلق إلى القاعدة الثالثة في قواعد الدعوة الله سبحانه وتعالى، المفضول في حق العاجز عن الفاضل، عن الفاضل أفضل. جميل، هذه الحقيقة يعني قاعدة تؤنس كثير من القلوب وتفرحها وتدخل عليها السرور والبهجة والفرحة والارتياح والطمأنينة برجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه السلام صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب.
بعض الناس يظن أنه قد حرم أجر الفاضل لعجزه، ولديه عجز إما صحي أو بدني أو بقضاء الله جل وعلا وقدره هو ليس من أهل فعل ذلك الفاضل، لكن يكفيه أن يقوم بما أوجب الله جل وعلا عليه حتى ولو كان هذا الأمر مفضولا، فهو في حقه لكونه عاجزا عن الفاضل أفضل، يعني أجره على فعل هذا المفضول كأجر فعل الفاضل كأجر فعل القادر على فعل الفاضل. وهذه حقيقة باب كبير جدا وباب أمل كبير، ويعطي للإنسان أمل ورجاء عند الله سبحانه وتعالى. وفضل الله عز وجل كبير وواسع سبحانه وتعالى، فهو الكريم الرحيم المنان جل وعلا. المقصود أن الإنسان لا يهمل أوامر الله عز وجل ولا يرتكب ما نهى الله جل وعلا عما نهى، وإنما يعود نفسه على فعل أوامر الله جل وعلا ويفعلها على قدر طاقته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهكذا يجد الإنسان المتعبد لله عز وجل أن الله عز وجل لم يحرمه لقدر سابق لكونه فقير أو غير ذلك. انظر إلى الحديث الذي رواه الإمام أحمد، يقول: إنما الدنيا لأربع: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق منه في مرضات الله فله من الأجر ما له، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، يقول: لو أن لي مثل مال فلان لفعلت مثل ما فعل، فهما في الأجر سواء. هذا الآخر الثاني هو عاجز عن الفاضل لأنه ما عنده مال، لكن نيته بأنه إن رزقه الله جل وعلا لفعل مثل الأول، جعل أجرهما سواء. وهذا ما يحقق معنى هذه القاعدة: المفضول في حق العاجز عن الفاضل أفضل. وهذه حقيقة فيها رفع للمعنويات وشعور الإنسان بقربه من الله جل وعلا، وإشعارنا لأهل المرض المرضى المقعدين في المستشفيات أو في البيوت، وإشعارنا لبعض من لم ليس لديهم يعني سعة ذات اليد مثلا في الإنفاق والبذل، وإشعارنا للناس للمرأة ربما تقول: أنا ما أستطيع أخرج، أدعو إلى الله عز وجل ويعني ألقي المحاضرات وكذا. نقول: لا، أنت تقوم بما هو أعظم وأفضل، ولكن مثله أجر زوجك أو رجلك الذي يخرج فيدعو إلى الله عز وجل. طيب يا شيخنا، كذا هذه تقريبا وجبة دسمة يعني في قواعد الدعوة، لكن كلها تجمعنا على شيء مهم جدا، وهو زاد الداعي العلمي. يعني الداعي لن ينطلق بهذه القواعد إلا إذا كان عنده يعني حصن حصين من العلم الشرعي يدله ويوجههم في مثل هذه الملتبسات وفي مثل هذه الأمور الشائكة. أهمية العلم للداعية في أقل من دقيقة يا شيخ. هذا هو الذي ندعو إليه ويجب على الدعاة أن يهتموا به، وهو أن كما قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. الموازنات بين المصالح والمفاسد، ليس الخير أو ليس الفقه أن تعرف الخير من الشر، وإنما أن تعرف خير الخيرين وأن تتعرف فتقدم عليه، وأن تتعرف على شر الشرين فتبتعد عنه. بعض الأحيان قد ترتكب المنكر الأدنى في سبيل إبعاد المنكر الأعظم، وبعض الأحيان قد تفوت المصلحة الدنيا في سبيل تحقيق المصلحة العليا. وهكذا يجب على الداعية أن يتمرس في مسائل العلم، وأن يكون قريب من كلام أهل العلم والنصوص الشرعية التي بإذن الله عز وجل تؤهله للتأثير وأبواب الأجر العظيمة الكثيرة التي يحصلها بإذن الله عز وجل. شكر الله سعيك يا شيخنا محمد على هذه الكلمات النيرات في قواعد الدعوة. كذلك أنتم مشاهدين الكرام، نذكر بقول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هذه الآية نبراس وهدى وسراج ودقى لكل من شق طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وكان رائدا في هذا المجال. هنا انتهت ساعتنا من برنامجكم يوم جديد، على أمر اللقاء بكم في الأسبوع القادم، في أمان الله. أشرقي يا شمس إنا باشتياق للصباح، يومنا يوم جديد شق أثواب الكفاح، شق أثواب الكفاح. غنت الأطيار لحنا عانقت وجه السماء، تبعث الشوق إلينا عبر
عبر ألحان الغناء، عبر ألحان الغناء. كلنا فهل جميل ووئام وسلام، ينشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام، جاء من بعد الظلام.